مساء الخير ومرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من برنامجكم مسح الغبار. ضيفنا اليوم هو الحقوقي سيدريس السدراوي بعد مغادرته أسوار السجن. سيدريس مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك معنا. بارك الله فيكم سيدريس. أول سؤال، الحمد لله أبدا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك بارك. وأول سؤال، علاش تعتقل دريس السدراوي؟ أولا تنشكر الموقع المتميز بديل والبرنامج ديال الأخت بشرى، البرنامج المتميز أيضا. دريس السدراوي علاش تعتقل؟ تعتقلت أولا على خلفية المشاركة ديالي في تكريم واحد المجموعة ديال النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. هاد التكريم اللي كان خلاصة أو نهاية ديال واحد المسلسل ديال التكريم حوالي 500 امرأة قروية. هاد التكريم ساليناه بتكريم 21 امرأة أمام المجلس البلدي في القنيطرة، حيت كيناضلوا على الحق ديالهم في امتلاك واحد البقعة أرضية اللي تقصوا منها لأنهم ما دخلوش في واحد الدوامة ديال الرشوة ووضعهم الاجتماعي والمادي اللي ما كيسمحش. هاد الحفل ديال التكريم مرة في واحد الأجواء سلمية، في أجواء بسيطة، في أجواء عادية تتحترم التدابير الاحترازية ديال التباعد وديال الكمامة، اللي أتفاجأ في آخر المطاف وبعد انتهاء هذا الحفل بواحد الاستدعاء ديالي. ظنيت أن الأمر يتعلق بشي حاجة أخرى لألتجئ باش كنمشي نهار تسعود. توصلت بالاستدعاء نهار 8، نهار تسعود مشيت مع الخمسة ديال الربعة ديال العشية كنت فاجأ بالأمر ديال الاعتقال ديالي بتهم تبديد وثيقة رسمية وإهانة مدافع عمومي اللي هو القائد ديال الدائرة الثانية. سيدريس، هذا هو يعني الاتهام رسمي، ما هي خلفيات الاعتقال؟ احنا كنا كنعرفوا بان سيدريس السدراوي يشتغل على ملفات الجامعه السلاليه، الاراضي السلاليه، كيدير واحد المجموعه من الانشطه في القنيطره. بغينا نعرفوا الخلفيات في نظركم الاعتقال دريس السدراوي. اولا هذا الاعتقال جاء على واحد الجو عام اللي في البلاد ديال خنق الحريات والتضييق على العمل ديال المدافعين عن حقوق الانسان، واحد الجو اللي باعتقال مجموعه ديال الصحفيين ديال الحراكات، وبالتالي فالدولة تقوم باستئصال كل عمل حقوقي مع المواطنين واللي تيكون عنده واحد الجانب احتجاجي. حنا تنقوم بالتأطير ديال الساكنة، خدينا على العاتق ديالنا اولا العمل الميداني سواء في قنيطرة سواء في الرباط سواء في سلا او في الدار البيضاء، ايضا في العديد من المناطق الرابطة اختارت هاد المنهجية ديال العمل. هذه المنهجيه ربما ازعجت بعد الجهات وقررت انها تصنع هذا الملف اللي اساس ديالو فارغ ولا اساس له من الصحه، وتتكذبوا العديد من المعطيات والدلائل. احنا ازعجنا ان المواطن البسيط ولا كيعبر على المطالب ديالو وكيحتج، كيمشي للجهات الرسميه، كيقوم بالعرائض، كيرفض ان الارض ديالو تخاد ب 50 درهم و 30 درهم اللوبيات اللي معروفه في هذه البلاد. وهذه الملفات لدينا منها العديد من الوثائق الرابطه ايضا الى الجانب ديال المؤازره والاقتراب من المواطن. قامت بدراسات، حنا قمنا بدراسه سوسيو اقتصاديه على الاراضي السلاليه فيها مجموعه من التوصيات، وبالتالي هذا الملف ضبطناه وعندنا حتى حلول معقوله اللي تتراعي الوضعيه الاقتصاديه وتتراعي المصلحه ديال البلاد ولكن المصلحه ديال المواطنين. حنا كنعتبروا ان المصلحه ديال البلاد فيها المواطن ما يضيعش وتاخذ له ارض وتمشي يمشي للهامش المدن باش يدير احياء صفيحيه ويدير مشاكل اقتصاديه للبلاد ولا راسه، مقابل واحد الفئه اللي معروفه وباينه كتاخذ هذه الاراضي وكتستغلها في مشاريع كبيره وكتستغلها في الاغتناء اللي تنعتبره اغتناء غير مشروع واغتناء تدميري للبلاد، بدليل السلم ديال الترتيب ديال المغرب في السلم ديال التنميه البشريه، الفئات اللي ولات كثيره اللي كتعيش في هوامش ديال الفقر وبالتالي ومزعجهم القرب ديالنا في هاد الفئه. وكذلك ما عجبتهمش المقاربه ديالنا ديال انك كتبغي المصلحه ديال البلاد وكتامل بالحوار مع المؤسسات وما داخلش في مواجهه مباشره مع الدوله كدوله، معنا حنا كناضلوا من اجل الحقوق ديال المواطن وتمكينه من حقوقه البسيطه وضد الحقره والظلم والرشوه والفساد. هاد المقاربه وهذا العمل اللي كنخدموا به ما عجبش بعض الجهات وربما بغات توجه رسائل
او بغات تعنقل العمل ديال الرابطه في واحد المرحله ديال الاعداد ديال الانتخابات اللي بغاو يبغاوها تدوز بواحد الشكل معين اللي دازت به. نعم سي ادريس، واش تعتقلتي في اثناء يعني الوقفه اثناء التكريم اثناء ولا حتى من بعد؟ الوقفه مرت في جو سلمي وعادي. وبعدها بساعتين تنتفاجأ برئيسة الدائرة الأولى اللي جات عندي في المساء مع 8 9 ديال الليل، وطرقت الباب بواحد الشكل بعدا غير لائق، ووجهت هذاك الاستدعاء لأن هذا السيد خصو يجي عاجلا لعندنا. وفعلا النهار ديال 9 مشيت لعندهم بشكل عادي، لاني ما كنعتبرش قمت بشي عمل جرمي ولا بشي عمل اللي استمعوا ليا. وكان قرار ديال الاعتقال جاهز بدليل ان الدائره الاولى كانت فيها انزال امني قوي جدا بين التوجه ديال اعتقال رئيس الرابطه المغربيه للمواطنه وحقوق الانسان. نعم بالنسبه للتهمه هو اتلاف وثيقه، هذه الوثيقه يعني فين تم الاتلاف ديالها؟ هما اعتبروا السيناريو الذي تم وضعه بواحد الشكل فاشل، حنا كنعتبروا حتى تلفيق التهم كان يكون على الاقل بواحد الشكل مقبول. انني جيت وعطوني قرار المنع وشديت هذاك القرار ومزقتو هذا الشيء اللي دايرين هما في المحاضر ديالهم وشيرت به على القائد، وبعدها مشيت كنغوت عند الناس وكنهيجهم، رغم ان عندنا شريط فيديو وثق لهذه العمليه ديال الحضور ديالي من البدايه ديال النهايه ديالها. وتيفند هذا في الوقفه كانوا رجال الامن وكانوا السلطات، كان تواجد امني وكانت رئيسه الدائره الاولى وكان القائد ديال الدائره الثانيه، وما اعتقلونيش وتمت الفض ديال الوقفه بشكل سلمي وما كانش اي حتى المناوشات ما كانش الفض ولا تسالات الوقفه. لا سالات الوقفه بشكل يعني سلمي، ما تمش الفض ديالها. يعني كان قرار المنع، علاش ما تمنعات زعما؟ ما الاكثر من هذا، انا اتساءل على القائمين على الشؤون ديال هاد البلاد، كيفاش ان رئيسة ديال الدائره الاولى وقائد ومجموعه ديال رجال الامن والقوات العموميه كيتسناو السدراوي من 3 حتى ل 5، تيقولوا الناس جلسوا تسناو كيف ان الوقفه كان ان حفل التكريم كان مقرر يكون مع 3، النساء جاوا مع 3، انا كانت عندي بعض الاشياء اللي ما جعلتني ما نجيش، كان تواجد امني كانوا لحقاش عرفتي كاين تواجد امني؟ لا بالعكس، كان عندي شي عمل في المطبعه، والناس بقات رئيسه الدائره الاولى والقائد تيقول لهم تسناو حتى ل 5 تيجي السدراوي، بمعنى كان هذا كمين محكم مدبر من اجل الايقاع ديالي بهدف ولكن كان ممكن لك وكان زعما هذا هو السيناريو. احنا في اكثر الدول ديمقراطيه ما يمكنش واحد التجمع يعتبروه هما يا غير قانوني ومخليين الناس من 3 5، وعدد كبير وكافي ديال القوات العموميه وديال رجال الامن اللي ممكن يفضوا الوقفه او التكريم او التجمع بشكل بسيط، بمعنى علاش هاد الناس ما فكيتهمش فاش هاد الوقفه ممنوعه؟ علاش ما فكيتيش هاد الوقفه هاد التجمع ممنوع؟ علاش من 3 5 ونص ساعتين ونص والمصالح ديال الناس واقفه في الدائره الاولى وواقفه في القياده ومجموعه ديال رجال الامن وكتسناو السدراوي يجي؟ هذا سؤال بعدا تنسالو، كيفاش علاش؟ واش الدوله ما عندهاش امكانيات باش تفض 25 مرا؟ حنا عارفينهم كيفضوا الوقفات ديال الالاف وديال المئات ديال الساكنه اللي كتفض بقوه، علاش هاد الناس اقبل باسبوعين نفس رئيس الدائره ونفس القائد؟ فوعدنا هذا موثق في شريط فيديو، اعتدوا على دوك النساء بالعنف، فرقوهم بعنف وقفه سلميه كيطالبوا بهم في الحق في السكن، ما كنتش انا حاضر وما كانش مقرر نحضر، تم التفكيك ديالها بواحد القوه وبواحد العنف، وكاين مجموعه ديال الشواهد الطبيه، بمعنى بين 14 يوم تبدل التعامل ديال القوات العموميه وديال المسؤوله الامنيه. كان السي السدراوي كان هذا السيناريو اللي كتحكي عليه يعني كانوا كيتسناوك، علاش من جيتي ما فضوش ما اعتقلوكش ديك الساعه؟ يعني كون كانت عندهم هذه النيه ديال انهم باغيين يعتقلوك ويشدوك ديك الساعه. ما اولا انا ما بعد الوقفه ما كانش، انا طلبت من النساء يفكوا التجمع وما درناش حنا وقفه احتجاجيه، ربما هما كيتسناو اننا نديروا الشعارات مباشره، وهذا راه ذاكرينه هما في المحاضر. قلت للنساء تنطالب منكم الان سير الحفل ديال التكريم، كنطالب منكم
تلتحقوا بالمنازل ديالكم وتفرقوا. يعني ما كانتش وقفه غير لحظه حفل تكريم وزعت فيه، بمعنى كان الوقت ضيق ضيق جدا باش يرياجي ويشدوني مباشره في السالات. مشي دركت في السياره ديالي وزدت الناس نفضوا، وبالتالي كان عندهم هذا هذا هذا، او ربما كان عندهم خصهم هما الوقت باش 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 يحيكوا السيناريو بواحد الشكل افضل. هما ربما كانوا كيستناو اننا نديروا شعارات من بعد الوقفه، يكون احتكاك تقد طيح رئيس الدائره الاولى ولا يطيح شي واحد، ونوليو في شواهد طبيه وفي ملف ديال الاعتداء على 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 هذا. فاش كانت الامور سلميه بواحد الشكل كبير، وهذا بالفضل ديال المؤطرين ديال الرابطه، وبالفضل ديال التوجيهات اللي عطينا للنساء، ما 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 قدوش يعتقلوني، لانني فاجاتهم بان الامور مرت في جو اكثر من سلمي. نعم. مشيتي عند كيفاش كان التعامل في يعني في الفرقه او في الدائره فاش استمعوا لك؟ كيفاش كانت الاجواء؟ حسيتي براسك راه غتعتقل ديك الساعه؟ لكن اجواء عامه ديال الاعتقال، حضور قوات ديال حفظ الامن كاين بواحد الشكل كبير في المحيط ديال 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 ديال, ديال الدائره الاولى. مشيت بوحدي لان ما كاينش في القانون المغربي ما تيسمحش. مشيت بوحدي وانا اعتبرت المساله بسيطه غيسمعوا لي وغنمشي، لان الاسئله مثلا اللي طرحوا لك ثلاثه الاسئله، اسئله بسيطه، واش حضرتي؟ نعم حضرت. شنو كاين؟ شنو شنو تتقول؟ عطيتهم الوقائع ديالي كما كانت وانتهى الكلام. هادشي اللي كاين ملي سمعتي هما كانوا متلهفين باش يساليو المحضر في واحد 15 دقيقه. المحضر فيه صفحه واحده او صفحتين على اكثر تقدير، وانتهى الكلام. زعما ما كاينش شهود ديالهم، ما كاينش اللهم الا محضر اخباري ديال القائد ومحضر اخباري ديال التقرير ديال رئيس الدائره الاولى على 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 داك التصور اللي دار. واش حسيتي ملي قالوا لك غتبقى تحت تدابير الحراسه النظريه؟ هذا ما كانت مفاجاه اوليه، ولكن هذا شيء منتظر في المغرب، اللي كتشوف مثلا الصحفي حميد المهداوي يتابع بادخال دبابه، تتشوف مجموعه ديال الناس كيتحكموا ب 20 عام الناس اللي، وبالتالي في اي مدافع عن حقوق الانسان اللي كيامن بالشعب وكيامن بالدفاع عن القضايا بتجرد وبدون تراجع او بدون حسابات اللي معينه، راه في اي وقت معرض في الاعتقال. وبالتالي كان انا كنت زعما تنعطي ابعد تقدير هي انني ندوز واحد 48 ساعه ونمثل امام النيابه العامه ويكون الصلاح المؤقت كاع او الحفظ ديال الملف. هذا هو التصور. وبالتالي كنت كنعتبر المساله غتتعلق بواحد 48 ساعه او 24 ساعه، حتى ذاك التساؤل ديال 48 ساعه راه حتى هو تساؤل، علاش ما قدمتينيش في 24 ساعه؟ 48 ساعه في الحراسه النظريه، في الحراسه النظريه، علما ان المحضر راه سالف في ربع ساعه. كيفاش كانت الاجواء؟ كيفاش دوزتي اول ليله تما في الحراسه النظريه؟ اجواء عاديه، كان تعامل زعما جيد ديال رجال الامن، رغم ان الظروف اللي جيور في المغرب هذه مساله خصها نظر، لان تيكون واحد الاكتضاد كبير وكاين صعوبه في النوم، وبالتالي خص على الاقل واحد المقاربه. هذا ملتمس ولا مطلب الاداره العامه للامن الوطني انها تدير واحد التجويد ديال مراكز الاحتجاز ولا مراكز الاعتقال الاحتياطي خلال الحراسه النظريه، لان تي اولا تيكون الخلط بين التهم، ما كاينش بين الجنائي والجنحي، ما كاينش بين الناس اللي دار احداث الضوضاء، او وبالتالي كاين اللي كيجي في حاله سكر طافح ما يخليكش تنعس. عدد كبير ديال الناس كانت معك حالات تما ديك الفتره؟ كاين حاله، كان عدد كبير، هذا يوميا اكبر عدد اللي كيكون هو ديال الناس اللي خصوصا في القنيطره الاستهلاك ديال المخدرات، كيدوزوا 48 ساعه ولا 24 ساعه وكيطلقوهم يمشيو في حالهم، وعدد كبير يوميا ما بقاوش كيديهم سال عند وكيل الملك، السيد وكيل الملك، تيتم الاطلاق ديال السراح ديالهم من 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 48 ساعة. وتقدمتي 48 ساعة، كيف كانت الأجواء ديال التقديم؟ تقدمت، كانت الأجواء زعما فهمت من الإشارات ديال السيد نائب وكيل الملك أن زعما الأمور راه تكون جيدة. تقدمت في ملفين، أولا ملف ديال ما اطلق عليه تبديد وثيقه، وملف اخر ربما كان غيكون فضيحه كبرى ديال اتهامي بسرقه هاتف نقال في نفس اليوم. هذاك تم الحفظ ديالو وتمت متابعتي بالملف الاخر. كيف هذا الهاتف النقال؟ وقفه نظمت في 2018 او 2017،
ضد واحد الدكتور في مدينه الجديده، قام بقتل واحد السيده خلال عمليه غابت فيها الظروف ديال السلامه وديال الوقايه، وقامت الرابطه برفع شكايه ضده، وتمت متابعته، فيما بعد حكم عليه بسبع سنوات سجنا في الحكم محكمه الاستئناف الاولى والثانيه ايدت الحكم. وهذا بين قوسين هذا 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 الدكتور لا زال حرا طالقا وتمارس المهام ديالو، علما انه معروف مدينه الجديده بدكتور الاجهاض، وان من ضمن الاشياء اللي ثبتنا له ولقيناها في المحاضر وما لقيناش الملف لا زال غائبا محكوم ابتدائيا واستئنافيا، ولا زال يمارس المهام ديالو ولا زال حرا طريقا. ومن هذا من المنبر انا نتخوف وهو يتبجح تيقول انا غنشري العفو وما غنشد تنهار، معناها هذه غتكون فضيحه اخرى. كنتمنوا ان الدوله او القائمين على هذه البلاد يتجنبوا ان هذا السيد يتمتع بالعفو، لان لا يعقل تمتيع هذا ماشي عفو، هذا اعفاء من العقوبه. فاش كيجي واحد السيد مشد تنهار في الحبس ومحكوم سبعه ولا ثمانيه ولا عشره وكتعطيه العفو، هذا ما لا معنى له ولا معنى، اهانه للقضاء واهانه للضحايا واهانه للمنظومه ديال القضاء اللي ما خصش يكون فيها التمييز. معنى صحفي ولا حقوقي كتجيبو ما تعطيش الصلاح المؤقت يدوز العقوبه ديالو كامله، وواحد اللي قام بجريمه وتبتات عليه وتمت على اثرها فقدان واحد السيده اللي الام ديالها لا زالت الان كتعالج من الامراض ديال القلب وديال الضغط، وتجي انت وتعفو عليه او ياخذ حكم بسبع سنوات ويبقى حر طالق تيمارس المهام ديالو، علما انه هذه بين قوسين حنا ضبطنا عليه انه قام بالتغرير بقاصر وافتضادها والتسبب في حبلها واجهاضها وما تشدش 15 دقيقه. لذلك حنا تنطالبوا هذه المساله ديال العفو يكون فيها نظر، وبحال هذه الحالات ما يتمش تمتيعهم بالعفو. شنو طبيعه الاسئله اللي طرحها لك؟ ما تدخلش على الاسئله ديال الاسئله في الملف الاول، واش شاركتي في الوقفه، واش سرقتي للسيده الهاتف ديال الزوجه ديال هذاك الدكتور. قلت له انا اصلا الملف هذا في مدينه الجديده، وانا كنمشي كندي المحامي لانه كان متطوع ما كنبغيوش نزيدوا عليه اعباء اضافيه، كنديه بالسياره ديالي وكنجيبو باش يرافع في الملف، وكنديروا وقفه تضامنيه مع العائله باش انا نعرف الزوجه ديالو باش غنسرق ليها هاتف. باش نسرق ليها الهاتف، ولا كاين فاش نسرق ليها الهاتف وسط المحكمه وكاين الكاميرات وكاين مجموعه ديال الاشياء. تم الحفظ هذا الملف؟ تم الحفظ، وبين قوسين قبل الحكم ديالي، قبل الحكم، قبل سماع الحكم ديالي في المحكمه الابتدائيه، تم الاستماع الي في نفس الملف بدعوى تعميق البحث، بمعنى كاع لا تزقلتي من هذه ممكن نجبدوا لك هذا الملف وتبقى المده اللي ربما كان مخططا لها ان ابقى في السجن. نعم. سي إدريس، واش مشيتي يعني تمت الاحاله ديالك على المحكمه تحاكمتي؟ تمت المتابعه ديالي في حاله اعتقال. تمت المتابعه في حاله، واش تمتعتي بمحاكمه عادله؟ ما غابت مجموعه ديال شروط المحاكمه العادله. اولا عدم تمتيعي اولا كمستخدم في مؤسسه عموميه وكرب اسره وعندي سكن قار، وانا اللي قدمت راسي بمعنى بشكل تلقائي من اجل الاستماع الي بعدم تمتيعي بالسراح المؤقت في الوقت اللي اولا انا على الاقل فاش تعتقلني دير لي ظروف، عطيني بلاصه، عطيني حوايج باش نعس، عطيني حوايج باش نفرش، معنى لا يعقل انك ما موجدتش لي حتى الحد الادنى 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 ديال ظروف الاعتقال. غنوصلوا لظروف الاعتقال، بغينا نهار المحاكمه ديالك، محاكمه المحاكمه غابت فيها شروط المحاكمه العادله، اولا بعدم تمتيعي من السراح المؤقت، عدم الاستماع للشهود، تزوير او التلاعب بالفيديو وتقسيمه الى 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 جوج واحد جوج ديال لي سيكونس ويحيدوا منه التسلسل اللي غيبين الزيف ديال 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 الادعاء ديال الجهه اللي قامت بالمحاضر. هذه كلها شروط لا يمكن الا نقول عليها انها، ورفض جميع الملتمسات ديال الدفاع. الملتمس اللي تم القبول ديالو هو الاحضار ديال رئيس الدائره الاولى، وفاش جات رفضت رئاسه الجلسه ان يتم استماع اليها
لأسئلة هيئة الدفاع، وهذا بمعنى لا جدوى من إحضارها، وبالتالي تم رفض جميع الملتمسات، رفض تمتيعي بالسراح المؤقت، رفض الاستماع للشهود اللي حضروا. أنا ما نقول الشهود يجيو غيقولوا السدراوي ما دارش، شهود واقعوا حضروا الواقعة منذ الثلاثة تل ستة عند النهاية، وبالتالي حضروا قبل ما نحضر وخلال حضرت تمشينا، بمعنى الناس كانوا حاضرين وغتكون الشهادة ديالهم مؤثرة، وماشي وحدة ولا جوج، راه كاينين أكثر من 25 امرأة، بمعنى تجيبهم تلقى تناقضات في الأقوال ديالهم، كاع لا بغاو يديروا واحد الشهادة ديال المجاملة، وبالتالي علاش رفض الاستماع إليهم. وبالتالي أنا كنعتبر أنني تعرضت للمحاكمة غابت فيها شروط المحاكمة العادلة. سي سدراوي، ظروف الإيواء ديالك داخل السجن، فين كنت أين سجن القنيطرة؟ السجن المحلي القنيطرة المعروف بحبس العواد. حبس العواد، ظروف الإيواء من أول لحظة ركبتي فيها في الصطافيطة، درتي المينوط، دخلتي السجن. الاستقبال أولا كتمشي لواحد الجناح سميتو الجناح ديال البواجدة. قبل ما نمشي للبواجدة داروا لك المينوط؟ أكيد صافي. إحساس بالمينوط، حقوقي ودافع عن حقوق الإنسان، منظمات سفر لأوروبا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، بين لحظة وأخرى كتلقى راسك في حالة اعتقال. إحساس هو إحساس صعب، أنك الاقتيادة ديالك بعد السجن في واحد الظروف، أولا من الصباح اللي تم تقديمك وأنت بلا غدا بلا 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 عشاء، بواحد الظروف جد مأساوية، ما عارفش ما تم البيت في الملف حتى الستة ديال العشية، وبعد ذلك الاقتياد ديالك للسجن لا يمكن زعمه، وفي أشياء اللي ما درتيهاش، اللي ما فعل سريالي بمعنى حدث ما كاينش، هذا ما يمكنش إلا تشعر بالحقرة وتشعر بمدى الظلم اللي تتمارس في هذه البلاد. دخلتي السجن فين بتي أول ليلة؟ جيتي للبواجدة؟ مشيت للبواجدة، هو السجن المحلي. هذه إشكالية كبيرة جدا، أنه يتم إعادة البناء دياله، وتم الهدم أكثر من ثلثين ديال السجن، وجميع السجناء في جناح واحد، وبالتالي فهو واحد السجن اللي كيعاني واحد الاكتظاظ كبير وكبير جدا. كاين واحد الجناح اللي سميتو الهدى، وجناح سميتو الوفاء خاص بالسجناء ديال الملفات الجنائيه، وجناحان اخران سميتهم السلام والاخلاص. انا مشيت في الاول الجناح اللي سميتو الهدى، وهذا يعد مشيتي للباجدة. هو هذا الجناح هذا من اسوأ الاجنحه، فهو الباجدة ماشي ما متعلقش اي جناح تيكون فيه واحد الباجدة، هو اي سجين دخل جديد تيتسموه ابو جادي فيما داروه، وبالتالي داروني في هذا الجناح ديال 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 الهدى، في واحد الغرفه اللي ما عطاوكش افريشه، اللي انا غادي بواحد اللباس اللي ما يقدش يقاوم السجن، وليلتين بدون اغطيه، بدون كتنعس منك للدس، والمياه تتهبط واحد الروبيني مفرقع، الماء تيهبط لي حداك، ما مغديش على الدس. كيفاش على الدس؟ منك من الدس، كاينه واحد تيتسميوها هما طبله مصاوبه بالاسمنت، وكتنعس، هي مفروض دير فوقها اغطيه وكتنعس فوقها، كتنعسنا مباشره، ومكان يتسع للشخص نعسنا فيه احنا شخصان، بدون اولا التدابير الوقائيه ديال الكورونا، جابوك مع مجموعه الاشخاص ما كتعرفش مدى الخطوره ديالهم، رغم ما داروش العزل. لا ما كاينش العزل، دوزت 48 ساعه تماك، ومن بعد مشيت للجناح ديال السلام. 48 ساعة في الحراسة النظرية؟ لا 48 عرفت، لا 48 ساعة في الحراسة النظرية ما كانش فيها زعما العزل. لا ما كانش. 48 ساعة في هذا البيت البواجدة ما كانش العزل تماما. وكنت وما كانش التيست ديال كورونا. مباشرة مشيتي مع السجناء من موراها؟ مباشرة. والليلة من بعد البيت ديال البواجدة. وصف لينا يعني التحاقك بالغرفة، كي دايروا الغرفة، شحال عدد الأشخاص، كيفاش كان الاستقبال من طرف يعني لا السجناء ولا الموظفين، ولا كيفاش كان التعامل؟ لا بخصوص السجناء، أولا كان تعامل جيد، لأن مجموعة ديال الناس كيعانيوا بالظلم والحقرة، وفيما بعد مع الوقت وليت أنا هو ذاك الحامل الصوت ديالهم، واللي كنوجه لهم رسائل وشكايات وتنقرا لهم المحاضر، وبالتالي ولا عندي واحد التواصل زعما جد جيد مع السجناء، وكذلك
مع الموظفين ما كانت علاقه طيبه مع بعض الحراس، بحكم اولا كلهم تيعودوا لواحد الفئات شعبيه وبسيطه، وكلهم تيرجعوا للعالم القروي واخدين واحد الفكره على العمل اللي كدير الرابطه، اما هذا في دوارهم ولا القبيله ديالهم، وبالتالي كان واحد التعاطف كبير ديال 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 الحراس ديال السجن، واللي من هذا المنبر كنحييهم. وكاين فيهم ناس اللي فاش فتحت معاهم نقاش عندهم اجازه وعندهم ماستر وعندهم كيوجدوا الدكتوراه وعندهم مستوى زعما حتى علمي مقبول، رغم الظروف اللي كيشتغلوا فيها باش تجيب انت واحد الحارس ديال 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 السجن، وكتعطيه واحد الجناح اللي فيه 400 ديال 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 السجناء اللي خصو هذا عنده نزاع يضمن لهم التغذيه الحلاقات التطبيب، وفي اخر المطاف كتلقاه تيشد 4000 درهم وتيخدم 10 السوايع بشكل دائم لمده 10 ايام باش يمشي يجلس ثاني 3 ايام، بالتالي راه ظروف فاش كي اللي كيشتغلوا فيها راه لا تختلف على الظروف ديال هذوك السجناء، بمعنى كاين المقاربه السجنيه لما غتهتمش بالعنصر البشري اللي معاك واللي خدام معاك، كيفاش غتعتني انت بسجين اللي كتعتبره سجين وداير جريمة؟ توقفوا هنايا السي ادريس، شكرا لكم مشاهدي الكرام، نهايه الجزء الاول ولنا لقاء في جزء ثاني، شكرا لكم والى اللقاء.